السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير إن شاء الله. معكم من الصف من العشر نشوف اللمسة بخبا، مرحبا بكم. دونك هاد النهار غنشرح لكم أنه الساي هو دوز، الله يسهل الأمور على أي واحد. هادشي علاش فاش كانوا كيصيفطوا لي بزاف لي ميساج كيقولوا لي لمي أنا عندي 12 13 14 واش نجيبها، كنقول لكم وجدوا جات مرحبا، ما جاتش الله يعاونها. هادشي علاش يعني أوكا وطاح لو ساي تقدر تكونوا خدامين. المشكل هو انه بزاف ديال التلاميذ ما دفعوش، بزاف ديال التلاميذ كان ما بريباروش حيت قالوا انه الساعه غادي يكون طالع. هانتوما وقفتوا على هضرتي، يعني واحد كيوجد جات مرحبا ما جات الله يعاونها. المهم ندوزو دابا المعادله اكس اي بسان 5 موان 5 اكس موان 1. قالك تقبل 5 حلول 4 حلول 3 حلول حلين، هادو كلهم في اخ 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 اخ، وقال لك بانه حل واحد في موان دو دو. كيفاش غادي نبدا نعرف مجموعه حلول هذه المعادله هذه؟ شوفوا معايا، عندي ديجا اف دو اكس هي اكس اي بوسون 5 موان 5 اكس موان 1، صافي. كنجي كندير لها البريم ديالها اللي هي 5، اللي 5 اكس اي بوسون 4 موان اكس، حيت اكس على بوسونس ان سي ان اكس اوس ان موان 1، يعني x على la puissance 5 شحال هي 5، x اس 5 ناقص 1 هي 5، x اس 4 اتفقنا. دونك x على la puissance 5 بريم هي 5 x على la puissance 4، دونك هي 5 x على la puissance 4 موان 5 x بريم هي 1. اش كتجيني هنايا x على la puissance 4 موان 1 اتعملت بالخمسة، هادي مطابقة هامة، ردتها هي اكس او كاري. كنعرفو بانه ا او كاري موان بي او كاري سي ا موان بي ا بلس بي. دونك انا اللي درت اكس او كاري لو تو او كاري موان زان او كاري، شحال تساوي ليا هي هادي اكس او كاري موان زان اكس او كاري بلس ان. دونك هادشي اللي غندير هنا هي اكس او كاري موان 1 اكس او كاري بلس 1. كنلاحظ عاوتاني هادي فيها الموحدة المطابقة لها ما كتخدم فاش كتكون عندي ناقص فقط. اكس او كاري موان 1 هي اكس لكلشي او كاري ناقص 1 كلشي او كاري، اللي هي اكس ناقص 1 اكس زائد 1، صافي اتفقنا عليها. دونك هادشي اللي نعوضو هنا. دونك هي قلتلكم بانها متطابقة هما، فجي تعوضها هي اكس موان زان في اكس بلس ان، وهادي هي اكس بلس ان اون كاري لي مبدلتهاش كاع حيت معنديش كدال ندير فكها، وني نفكك غي هنايا كانت عندي هنايا الموان. دونك صافي فككتها، خاصني نلقى الحلول. هادي دائما مجابة، يعني ما نطبق عليها حتى شي حاجة، ما خلقاليش المشكل. فين مخلوق لي المشكل؟ هنا وهنا. دونك عندي اف بريم اكس، عندي اكس موان 1 دونك لا سوليسيون تكون هي 1، و اكس بلس 1 تكون اكس هي موان 1. كنجي كندير طابلو دو فارياسيون باش نعرف عندي شحال من الحل. كنجي كنخدم اف بريم، اف كي هنا كنديرو في الباك، كنحط هاد الموان 1 وكنحط هاد الان، ما تشوفوش هادشي بلاتي. دونك انا عندي موان فيني، الصوره ديال موان 1 هي 4، الصوره ديال ان هي موان 5 بلس انفيني سي بلس انفيني، بما ان هذاك موجب فتزايديه تناقصيه تناقصيه تزايديه. فاش كتكون عندي من واحد الصغيره للكبيره، مثلا انا عندي هادوز لي من هنا ها هو، وغادي يدوز لي شي حاجه كبيره ها هو، داير لي من الصغيره للكبيره، ضروري هنا عندي واحد الزيرو، ضروري يدوز لي من واحد الزيرو ها هو. كاين واحد لا سوليسيون اكس دي دونك اف دو اكس انتيغال ا زيرو، ها هي. عاوتاني نازل من واحد الحاجة كبيرة، واحد الحاجة صغيرة، هي ربعة ناقص صفر صفر خمسة، هي ربعة، ها ناقص صفر صفر خمسة. ضروري كاين واحد التقاطع، كاين واحد الزيرو هنا كيلكو با. دونك هنايا كذلك هي اكس دو، عاوتاني كذلك بالنسبة لهادي سميتها اكس تخوا. سي بون، دونك عندي اف دو اكس انتيغال ا زيرو، اف دو اكس تيغال ا زيرو، اف دو اكس تخوا تيغال ا زيرو. شحال عندي من حل؟ عندي ثلاثة د الحلول. دونك هنا غنجي غنقول بأن ثلاثة د الحلول خمسة نو
ربعة نو، حل واحد نو، ثلاث حلول ديال في ار، يعني في هاد الار كلها يا يعني مولا فيني بلوس لانفيني. ولكن قبل خاصني نفيريفي بانه انا لقيت 3 سوليوشن، واش كاين شي حل واحد في موان دو دو؟ نمشيو نشوفو فين انا لقيت جوج. لقيت جوج تكون هنا و جوج تكون هنا، يعني في هاد المجال هذا هنا نديرو هكا. واش في هاد المجال ناقي جوج جوج؟ واش كاين غير حل واحد؟ هو بحيث خلك حل واحد في موان دو دو، هنا كاين حل وهنا كاين حل، دونك كاين دو سوليسيون ماشي حل واحد. فاش كنت انا غلطه كي كان قال لي حلين نقول ان الجواب صحيح. صافي، دونك لا بون ريبونس هي لا ريبونس دي، ثلاثه حلول في ار. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء ويكون واضح بالنسبه لكم. دونك يسوفي ان نعطيكم واحد المعادله، قال لك خرجه، كاين خرجه خاصني نحسب اف بي باش نعرف مجموعه الحلول. كندير اف بي، كندير الجدول ديالي، وكيبانوا ليا الحلول بكل بساطه. نتلاقاو في فيديو جايه.